ابن النجمة الساحلية بهدفين لهدفين. كرة من مخالفة كانت محمد الثاوي الثاوي خطورة على دفاع نادي الصفاقسي، لكن هذا السحر والبريق. كرة القدم ليست مجرد لعبة. حسين في منطقة الجزاء يتدخل محمد أمين الحمروني، فرصة للنجم الساحلي خطيرة جدا. كرة الهدف الأول ضاعت. يضيع النجم الهدف الأول في أول دقائق هذا الكلاسيكو محمد الثاوي. هناك ارتباك في دفاع النادي الرياضي الصفاقسي في البدايات. لطوال بدعم معنوي كبير من المركز الثامن والأخير من كل مجموعة. كرة للنجم الساحلي ومخالفة للسريع للخطير ياسين الشيخاوي. نعيم حسني يعلن على مخالفة. تنفيذ بوتمان أو لؤي بن حسين. كرة غربال، كرة طويلة في منطقة الجزاء من تماس من المجموعة الأولى. النجم الساحلي النادي الصفاقسي الملعب التونسي الترجي الرياضي. وبعد الإصابة كرة من علي جمل، جمل يلعب النار مع جاكيتي إلى زياد بوغتاس. خروج بالكرة من عنازة. تنفيذ من حسين علي خطيرة الكرة. يتدخل الدفاع اللي توج بدوري أبطال إفريقيا. مجموعة كبيرة من الشبان في تشكيلة ليتوال هذا العام. بن جيما، نوالي، جمالي، عبيد، الثاوير ماركس. كرة من بوتمان أو أسامة عبيد خطيرة. كولو خطيرة، لمست الشبكة الجانبية. خطيرة جدا كانت في المباريات والسنوات الأخيرة مع السي اس اس وعلى المنتخب التونسي. الحارس نمبر رياضي 2022-2023 مع السي اس اس. قاسم مشترك في المنع من الانتدابات المحلية والغتر من لاعب زين الدين بوتمان. حسين علي ممتاز للتمريرة في اتجاه أشرف الحباس. حباسي مع بوغتاس، حباسي بوغتاس، والكرة الترجيح. كرة من أشرف الحباس على القائمة الأول. يتدخل على الجمل، ما زالت الخطورة من عبد الله العامري. سدد بوتمان، ما زال محافظ على كورته. بوتمان ممتاز الكرة، لمسة في اتجاه محمد الثاوي. نعيم حسني يقول ما فيها شيء. تتواصل الكرة واللعب كامل والتفاهم وانسجام. وكرة مرعوبة من أسامة عبيد خطيرة للنجم الرياضي الساحلي. انطلاقة من محمد الثاوي. الثاوي كرة على القائمة الثانية خطيرة. جول 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 جول. كرة ممتازة من المستقبل إلى ياسين الحاضر إلى الماضي. ياسين الشيخاوي ماضيهم حاضرهم يسجل مع التمهيد راية من محمد الشيخاوي من كريستو. 1-0 ممتاز للنجم الرياضي الراسي محمد الثاوي. يعمل نظرة يشوف الشيخاوي من المركز يحث على النجم. هجمة ممتازة سريعة انطلاقة من محمد الثاوي. يعنون ياسين الشيخاوي عنوان في هذا الشوط الأول لهذا الموسم بكرة راسية في مرمى دحمان. سريعة كرهم ليقبلها نقطة ليزرع الهجمة. مرة أخرى مصدر الخطورة ثاوي محمد كريستو ما فيها شيء. تواصل اللعب. كرة من شاهد الأمامي نعيم حسني. ماذا رجي وليتوال والسي اس اس والنادي الافريقي. وهذه كرة في منطقة الراوي إلى محمد أمين الحمروني. تصل الكرة محمد أمين، يسقط محمد أمين، يطالب بركلة جزاء. ماذا يقول؟ النقطة ودون خسارة من 4 فوز. وهذه كرة خطيرة من حسين علي، مرت سلامات على مرمى علي اللج. يرجع بالكرة إلى محمد نصراوي. كرة وخطار وفرصة للثاني. هي وكرة وخطيرة والثاوي ضيعها. ضاعت من محمد الثاوي. أي خطأ من محمد النصراوي. كاد محمد الثاوي يسجل الثاني، ضيع فرصة ذهبية. كيفاش يمرر لي محمد الثاوي؟ هذه كرة أخرى من لؤي بن حسين خطيرة. فرصة ودحمان. ضاعت، ما زالت الكرة ومستمرة الهجمة. محمد الثاوي على القائمة الثانية يرفع الكرة. الرياضي الصفاقسي في دقائق أولى في شوط ثاني. نبي كمارا خطيرة للسي اس اس والتسديدة يضرب بقوة علي جمل. عادت من شادي الهمامي. همامي حسين علي. شادي الهمامي همامي حسين علي يضرب بقوة من نبي كمارا بعيدة. أي تسديدة من نبي يا كمارا. كرة من ركنية على القائمة الأول. عادت ناصر حسين دا يمر زين الدين يسدد ودحمان يضرب زين الدين بوتمان وايمن دحمان في الركنيه.
تنفيذ الركنيه من زين الدين عبد الله العامري، ممتاز عبد الله يوزع كره التعادل للنادي الاصفر من ياكوباتشي ومن محمد المكشر. المركز الرابع كره من فرج بن جيما، توزيع على القائمه الثاني خطيره راقي الاولى. هذا للعموم وللاعلام لكل مشاهدينا الكرام عبر شاشة قنوات الكاس الرياضية في محاولة من رقي العواني، لو سمع بيت خطيرة للنجم الرياضي الساحلي. رقي العواني يسدد وأيمن دحمان يتفادى الركنية، ما زالت تحب هدف خالي وثمين في الدور نصف النهائي أمام النادي الإفريقي في مسابقة الكأس. وكرة من إسماعيل جاكيتي، هناك رفع راية، رفع جزاء ياسين الشيخاوي للشادي الأمامي، اسرع وقت ممكن. كره من اشرف الحباسي وياسين لمعالجه الملف، ويوسف بشا ممتاز، يوسف يتقدم الشيخاوي، العقل المدبر، وكره ممتازه رائعه وسمع بيت.